السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل على جوجل اكسل او جوجل شيت او جوجل سبريد شيت ان انا لو كتبت رقم معين او كتبت قيمة معينة يبدأ يديها لون معين. يعني مثلا لو ابروفت يديها مثلا لون اخضر، لو ريجكت يديها لون احمر مثلا. تمام، خلينا ناخد كده دور كوبي. بالشكل دوت. طيب هعمل سيلكت كده على المنطقة دي كلها وهدوس رايت كليك وهقول له انا عايز كونديشنال فورماتنج، فيبدأ يجيب لي الحاجة دي. بيقول لي الرينج بتاعي من هنا لهنا، من الخلية اللي هي اللي اسمها B2 لG19. هقول له بقى اعمل فورمات. لو التكست بيساوي هنا امتي او هنا نوت امتي، لو هو بيحتوي على الكلمة ديت او بيبدأ بالكلمة ديت او بينتهي بالكلمة ديت او هو بالظبط الكلمة ديت. طيب لو هو بيحتوي على كلمة approved، تمام خلاص، ده هيبقى التكست نفسه لونه اخضر، تمام بالشكل دوت. طيب دن، اقول له بقى انا عايز اضيف قاعدة تانية. لو هو بيحتوي على كلمة reject خليها باللون الاحمر. دن كده انت خلاص، اول ما تكتب كلمة approved هيبدأ يلون نفسه بالشكل دوت.